مرحبا بكم أينما كنتم، معكم فارس عواض. اليوم نلتقي في مباراة غير عادية من هنا من ملعب الاتحاد من مدينة مانشستر الإنجليزية، والديربي الأكبر والأشهر حاليا في الكرة الإنجليزية بين البلومون مانشستر سيتي والريد ديفلز مانشستر يونايتد. أجواء حماسية قبل ضربة البداية، الكل هنا بانتظار ماذا سيحدث في هذه القمة وفي هذا الديربي. Number 10, Sergio Aguero. And number 7, Raheem Sterling. فريق يقدم كرة قدم جميلة فيما يتعلق بنقل الكرات، يتحكم ويسيطر على أغلب فترات المباراة، لا يمل من التمرير ولا يستعجل في إنهاء الهجمة. بناء الهجمة يأخذ وقت أطول من اللازم، لكن هذا أمر لا يزعجه ولا يستعجله بالتأكيد، فهدف الأهم هو حرمان المنافس من الكرة. فريق راح يحاول انه يدافع عن مرماه بشكل جيد، هذه هي طريقة اللعب والاسلوب اللي يتبعها، فريق ما يفضل انه يتقدم ومن ثم يتلقى هدف، الدفاع عن المرمى بالنسبة له هو الأهم ومن ثم يأتي الهجوم، طريقة قد تتسم بالسلبية بعض الشيء، لكنها قد تكون فعالة أمام الخصوم اللي تمتلك تشكيلات قوية. هذا ملعب الاتحاد الخاص بنادي مانشستر سيتي، الملعب الذي تم افتتاحه في العام 2003 بعد ما تم تجديده بتكلفة وصلت إلى 120 مليون باوند، يتسع ل 55 ألف متفرج في مباريات النادي. لمع بداية شوط المباراة الأول من المباراة المرتقبة لديربي مدينة مانشستر بين اليونايتد والسيتي. شوف استعادة الكرة، الحكم يعطي الأفضلية لمانشستر يونايتد. أندرياس بيريرا هنا في مكان خطير، فيرناندينيو يبعد الكرة، فريد يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. السيتي يلعب مباراة اليوم وهو الأكثر تسجيل الأهداف في الدوري حتى اللحظة، قدرات هجومية كبيرة، في قدرة على الوصول للشباك في أي وقت وبأي طريقة. ماذا سيكسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة، الهدف الأول في المباراة، هدف في الدقائق الأولى، يشعل الأجواء، يفتح المباراة على كل الاحتمالات، هدف الآن راح يزيد الحذر، راح يزيد الحماس، الله على البداية. تمريرة في منتهى الروعة، بدون تأخير، بدون تعقيد، بدون فلسفة، الله على الهندسة. المدرب الآن واضحة عليه علامات الحيرة، خاصة بعد ما تأخر فريقه في أرضية الملعب. نتيجة لصالح مانشستر يونايتد. ديفيد سيلفا. رائع في قراءة الفريق الخصم. كرة بيتغير اتجاه وتتحول إلى رمي التماس. ماركوس راشفورد. إيمانيا ماتيتش. أنطوني مارسيال كيف راح يتصرف فيها؟ يستعيد الكرة بهذا التدخل. إيمانيا ماتيتش يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. اللحظات الأولى تمر من ديربي مانشستر، شوف الأجواء كيف مشتعلة، شوف هذا الديربي المثير، شوف المباراة الغير محسومة حتى الآن. أجويرو بيلعب لك كرة بينية، يا الله فرصة التعادل، ممتاز هذا التصدي، مستحيلة تخيا. رحيم ستيرلينج، قد تكون هذه الفرصة، تتحول إلى رمية تماس.
تقطع تمريرة رحيم ستيرلينج. تمريرة رائعة حتى الفرصة في هذه اللحظات. كرة بتتخلص من المنطقة. رمية تماس للمانيو. ماركوس راشفورد. كرة عند مانشستر سيتي. محاولة للوصول إلى المرمى. فرصة لكرة عرضية خطيرة الآن. قطع للكرة في الوقت المناسب. رودري. ديفيد سيلفا. يا رب هدف للسيتي. بمجهود فردي حقيقة. توغل تقدم استغل المساحات عدم انضباط المدافعين توج جهوده في النهاية وضع الكرة في الشباك. هدف رائع بمجهود غير عادي. هدف تعديل الكفة. التعادل الإيجابي 1-1. ينتقلون بالكرة إلى الثلث الأمامي. يستخلص الكرة وينهي المحاولة. كيفين دي بروين. عمل جيد في قطع الكرة. راشفورد. مانشستر يونايتد يلعب على الطرف الآن بشكل جيد. تمركز ممتاز مساعدة في قطع الكرة. ووكر. كيفين دي بروين. جون ستونز. واضح من خلال الإحصائيات تفوق المان سيتي في مسألة الاستحواذ على الكرة، لكن بشكل عام الأداء لا يعجب هذه الجماهير لأنها تبحث عن الفوز، تتكلم عن الفرص، الفرص قليلة على المرمى، نتيجة حتى الآن تعادل، الاستحواذ إذا ما كان إيجابي يكون نقطة ضعف على الفريق بالتأكيد أن يسرع من رتمه وأن يكون وجه بصورة أكبر على المرمى. دفاع متأخر ومتمركز حول منطقته. ضغط مستمر، تبادل الكرات، محاولة لإيجاد فرصة، في إيجاد ثغرة في الدفاع. أنطوني مارسيال. جيمس. فريد. تمريرة غير دقيقة تذهب للمنافس. هنا في مكان خطير. أوهو، ممكن يلعب لك كرة عرضية الآن. وركنية لمانشستر سيتي قد يستغل هذا التقدم في النتيجة. مباراة سيئة من الإنجليزي ستيرلينج، فشل في أن يكون محطة لفريقه في الهجوم، وقدم مباراة للنسيان، مباراة سيئة بالنسبة له، ما قدم أي إضافة لفريقه، لم يظهر في أي لقطة بأنه قادر على صناعة الفارق، كم من الممكن أيضاً بأن يكون علامة فارقة في مباراة اليوم ويكسر حالة التعادل. ديفيد سيلفا بيلعب للركنية إلى منتصف المنطقة، كرة بتبعد من مناطق الخطر. بنيامين مندي. 3 دقائق تضاف الى المباراة. برناردو سيلفا. تمريرات كثيرة ومحاولات لإيجاد ثغرة. سيرجيو أغويرو. الحارس يحمي مرماه ويمسك بالكرة. كايل ووكر. كيفين دي بروين. فرصة متاحة للعب العرضية. النتيجة 1-1 مع نهاية الشوط الأول. For Manchester United,
ينطلق الشوط الثاني الآن في ملعب الاتحاد. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. يا سلام على التمريرات. تمريرة سيئة والآن فقدان الكرة. أكويرو بيلعب الكرة بينية. دي بروين سيرجيو أكويرو. أوهو إصرار في التقدم. كل هذه السيطرة، هذا التحكم، هذا الضغط، الفاعلية تأتي. سجلوا بعد معاناة، الكرة تصل إلى المرمى. من قبل المباراة كان متوقع أن نشوف مباراة من طرف واحد، الفريق ينجح في ترجمة سيطرته على مجريات هذا اللقاء إلى هدف مستحق. سعادة واضحة على المدرب بهذا الهدف وبهذا التقدم. النتيجة تأخر مانشستر يونايتد. بتضيع الكرة على مانشستر يونايتد. رودريجو. كيفن دي بروين. دي بروين يتقدم للأمام. تمريرات بهدوء بعرض الملعب للوصول إلى منطقة الخطر. كرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. Substitution for Manchester City. تغيير يحدث في صفوف مانشستر سيتي. يدخل كبديل رياض محرز إلى أرضية الملعب. ابن الصحراء أو محارب الصحراء بالتأكيد، قادر على صناعة الفارق في الهجوم من خلال مهاراته، صناعته، تسديداته. مهارة في التمرير غير عادية، ويظهر ذلك أيضا في مباراة اليوم. ووكر. كايل ووكر. الهجوم بطريقة التيكي تاكا. تمريرات سريعة من أجل إيجاد المساحة المناسبة لضرب الدفاع. خوان ماتا. فرصة لكرة مرتدة سريعة. أنطوني مارسيال. استخلص الكرة بشكل ممتاز. خلصها في اللقطة الماضية. يبدو بأن السيتي سيقوم بتبديل في الدقائق المقبلة. مانشستر يونايتد يلعب على الطرف الآن بشكل جيد. ماتا هنا في مكان خطير. نيمانيا ماتيتش. اعتراض ممتاز من الدفاع يمنع الخطورة من مرمى. فيرناندينيو. كايل ووكر. كيفن دي بروين. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. برناردو سيلفا. سيرجيو أكويرو. كيفن دي بروين. الله على نجاح الحارس في إيقاف الكرة. محرز بيرسل الضربة ركنية في منطقة الجزاء. بيخلص الخطورة عن مناطق قريبة جدا. إيمانيا ماتيتش. خوان ماتا. قد تكون هذه الفرصة. ماتا بيلعب الكرة بينية. كرة عرضية سهلة تصل إلى حارس المرمى. ربع ساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء. ديفيد سيلفا.
راحت الكرة من مانشستر سيتي. خوان ماتا فريق الخصم بيخلص الكرة. مباراة من الصعب أيضا التوقع في اللحظات الأخيرة لأن الفريقين متكافئين في أرضية الملعب. المدرجات تشتعل في هذه اللحظات، الله على هذا التشجيع، جمهور في منتهى الروعة، شوف الدعم، شوف الحافز للفريق مع كل كرة. جيمس رمية تماس للمانيو. تغيير للاعب اللي قدم أداء جيد في المباراة، أعتقد أن الهدف من استهلاك المزيد من الوقت لا أكثر. نلعب الآن في الدقائق الثمانية الأخيرة من عمر المباراة. لاعب مانشستر يونايتد يستعد للدخول لأرضية الملعب. فيكتور ليندلوف. مانشستر يونايتد يفقدون الكرة. فيل فودن. رودريجو. رياض محرز. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. بيعدي فيها فرصة الآن. خوان ماتا. بالشخصية بالكبرياء في الدربي بكل شموخ، لن نخسر أمامكم اليوم، هكذا يرددون. في الوقت اللي ظن فيه الكل بأنهم قد خسروا المباراة، ها هم يعودون ويسجلون هدف التعادل في الوقت بدل الضايع. أي تقلبات، أي تحولات، الفريق الآن ينجح في التعادل من جديد. ثلاث دقائق كوقت إضافي هي كل ما يتبقى. جون ستونز. إلكاي غوندوغان. مان سيتي يحاول كسب المباراة في الدقائق الأخيرة. يبعد الخطورة عن منطقته. كرة تتشتت. نهاية الوقت الرسمي والتعادل هو عنوان اللقاء.